في أول اجتماع لها بعد أدائها لمهن الدستورية، انتخبت لجنة صياغة الدستور هيئة رئاسة للجنة، حيث انتخبت إسماعيل أحمد الوزير رئيسا لها، والقاضي نجيب عبد الرحمن شميري نائبا أول، والدكتورة نهال ناجي علي العولقي نائبا ثانيا، ودكتور معين عبد الملك مقررا. وفي تصريحات له قال دكتور معين عبد الملك سعيد مقرر لجنة صياغة الدستور إن اللجنة ستستعين في عملها بالعديد من الخبرات المحلية والدولية، كما سيتم الاستفادة من عدد من التجارب الرائدة في هذا المجال. وتوقع عبد الملك أن يتم إنجاز المسودة الأولى للدستور في ظرف 6 أشهر من بداية عمل اللجنة. هذا وكان الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام للحوار الوطني قد عرض في بداية الاجتماع الدور الذي ستقوم به الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والإداري والمالي والإعلامي للجنة صياغة الدستور وفقا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية.